الأستاذ كريم سعيد النقد الرياضي الكبير ورئيس تحرير موقع يلا كورة ضيفنا العزيز في حلقة اليوم. يا كريم مساء الخير عليك. مساء الخير يا أمير، بنورك طبعا. مساء الخير ومساء الخير لكل مشاهدي قناة النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي في كل مكان. أهلا بيك، أخبارك إيه؟ أنا سعيد جدا. لا الحمد لله، يعني كانت عملية بسيطة كده الحمد لله من شهر، بس الحمد لله يعني الحال بيتحسن. الحمد لله. السلام عليكم، نورنا طبعا. الله يسلمك، شكرا جزيلا. كلام طبعا عن النادي الاهلي خلال الفتره الحاليه، وهذه الفتره الحاسمه بكل تاكيد في مشوار الاهلي الافريقي. خلينا نبتدي كده بماتش النجم، كان اول امبارح. رايك ايه في الماتش من الجانب الفني؟ اداء اللاعبين، اهميه الفوز تحديدا كمان يعني. طبعا شوف، طبعا احلى حاجه في فايلر ان هو واخد ثقه الجمهور من بالظبط من بعد ماتش انتاج الحربي، عشان بالظبط احسبها ماتش انتاج الحربي اللي هو 4-0. طبعا ماتش السوبر اداله نادي الزمالك، اداله بوست جامد، ده دفعه حلوه قوي طبعا. او يعني اول معرفه ليك مع الجمهور، بتكسب ماتش الديربي وبتكسب بطوله. بس انا قعدت اتابع، لان انت عارف النهارده انت يعني ايه بتاخد ردود الافعال من السوشيال ميديا اكتر يعني طبعا. احنا ما بقالش عندنا يعني الجمهور في الاستاد زي زمان عشان نقدر ناخد منه ردود افعال. فبالظبط بعد ماتش التاج الحربي والنادي الاهلي يكسب فرقه بيقودها الكابتن مختار برباعيه، دي كانت جديده ما احناش متعودين عليها. فبدا فايلر ياخد الثقه، فبالتالي الناس بقت يعني تركز معاه في التشكيلات، زي مثلا فتره لاسارتي، فاهم؟ كنت تحس الناس واقفه لاسارتي على الواحده وبيتابعوا التشكيل ومين دخل ومين خرج. لا، مع فايلر بعد ماتش تاج الحالي بقت الناس تقول له لا سوق، واحنا بدانا نثق فيك ان هو الراجل فعلا بصراحه بيعمل شغل كويس جدا. طبعا اهم حاجه في ماتش النجم كان طبعا اكيد يعني استبعاد محمد مجدي قفشه قبل المباراه، وطبعا الاستبعاد الفني، واكيد الجهاز الفني هو حر تماما له اسباب. طبعا وانا عجبني جدا تصريحه في المؤتمر الصحفي ان هو لما قال انا استبعدته فني، بس انا مش محتاج ان انا اقول لك السبب، دي حاجات بتاعت شغلي. واحنا حتى في اشغالنا في حاجات بنقولها وفي حاجات ما بنقولهاش. التصريح ده هو ده اللي انا عايز اقف عنده، لان انا احساسي ان الراجل ده لحد ما اداريا وانضباطيا زي مانويل. احساسي الشخصي يعني ده اول يعني بقالوش، هو ما قعدش نفس الفتره بتاعت مانويل اكيد، ولكن مانويل جوري طبعا بتكلم عنه. لكن فايلر بيعجبني فيه انه بيوصل المسج وهو هادي، ما عنديش مشكله. انضباطيا من الجانب التكتيكي يعني قصدك؟ والاداري. والاداري. والاداري طبعا، قضيه الاثنين بالنسبه. بس انت بتتكلم بالتحديد بخصوص قفشه يعني؟ طبعا. طبعا طبعا طبعا. انا عاجبني جدا اسلوب تعامله، وعاجبني جدا ان هو بس هو لو في ازمه اصلا يا كريم، حتى ايفن مش محتاجين نعمل، مش محتاجين نعمل، عشان بس يبقى توضيح للناس، هو ما كانش في ازمه ولا حاجه، وان اللاعب ما لعبش ماتش خماسي والكلام من ده، عشان الامر ده يبقى يعني في كل الاحوال يعني. في كل الاحوال المعلومات او سبب الاستبعاد اكيد من حق الناس انها تسال. طبعا كان في بلاي ميكر بيلعب اساسي بشكل مستمر، حتى ما عادش على الدكه ولكن خرج من ال 18. انا بحيي فايلر على تعامله مع الموقف وبكل انسيابيه، وحتى لو هو في اي سبب كان هيخليه يعني يبقى عنده مشكله في الماتش. طبعا قفشه لعيب كبير، لا خلاف، لا خلاف ان محمد مجدي قفشه منذ قدومه للنادي الاهلي مركز 10، واللينك اللي عامله ما بين خط الوسط وخط الهجوم حاليا هو رقم واحد في الاهلي. ولما نتكلم على المنتخب احنا قعدنا فتره كتير نقول مين بديل عبد الله السعيد، مين بديل عبد الله السعيد؟ حاليا محمد مجدي قفشه هو اللي بيلعب المركز ده بشكل مميز جدا، سواء في الاهلي وفي المنتخب ان شاء الله لسنوات طويله باذن الله. محمد مجدي هيبقى هو اللي واخد المركز ده. نروح للماتش. الماتش اكيد طبعا ماتش صعب، واكيد تاني النقطه دي مهمه قوي، لعيبه النادي الاهلي ولعيبه مصر كلها النهارده يا امير عندها يا عيني تذبذب في المستوى من حتتين، بتقعد فتره تلعب ماتشات بدون جمهور وفجاه يجي لك ماتش صعب جدا وجاي لك فيه 10,000 15,000. فدي نفسيا، وطبعا اي دكتور نفسي ممكن تبقى انت تستضيفه او تاخد منه مداخله هيقول لك طبيعي. هتلاقي ان اللاعب لازم يكون متحضر، دي مش سهله. مش سهله انك تخش في مكان ساكت زي كانك داخل مسرح الدنيا كلها ساكته، وفجاه تخش في مسرح كله 10,000 او 20,000 متفرج، لا ادائك بيختلف. فهي الفكره، ممكن ساعات بحس ان الحته دي عامله ازمه شويه، ولكن لعيبه الاهلي كان في ازمه بتاعت نص الملعب دي انا كنت شايفها. وطبعا واضح جدا ان جاريدو شاف ماتش المقاولين بشكل كويس جدا، لانه لاعب خد كوبي وبيست من طريقه الكابتن عماد النحاس. هي بالزبط. هي بالظبط نفس الماتش، نفس ونفس الملعب، نفس كل حاجه، بيلعب دفاع متقدم، مش سايب مساحات للنادي الاهلي يمر فيها الكوره. عدل غلطته اللي عملها في تونس لو تفتكر، احنا في تونس النادي الاهلي كان بيلعب ناقص من الدقيقه 12
بالزبط. ومع ذلك كنا احنا اللي ماسكين الكوره بشكل افضل من نجم رغم النقص العادي. مع النجم على فرادس ملعبك وسط جمهورك وكل شيء، وحتى النجم لما جاب الهدف جاب الهدف ورجع، والنادي الاهلي هو اللي استحوذ على مجريات المباراه تماما، وكان قريب ان هو يجيب هدف التعادل. لكن انا شفت ان ماتش النجم جريده قدر فعلا هو يعني حفظ الحته بتاعه الكابتن عماد النحاس، نقشها منه، قدم الدفاع بتاعه، قلل مساحه التمرير. بس الميزه اللي عند النادي الاهلي لما احنا بنلعب على الاطراف بنبقى كويسين جدا اكتر من العمق، طبعا طبيعي كانش اهلي النادي الاهلي يلعب في العمق عشان غياب مجدي قفشه. طيب اذا مباراه الاهلي والنجم الساحلي مباراه انتهت ومباراه كانت مهمه جدا والاهلي خرج بالمطلوب طبعا. لكن البعض بيتكلم شويه على ان كان مطلوب من الاهلي اكتر من كده، سواء من حيث النتيجه او من حيث الاداء. مباراه زي دي هل نقدر نشوف فيها الاهلي بالاداء والنتيجه مع بعض، ولا المباراه دي بتبقى عايزه نتيجه اهم؟ اه طبعا اتفهم طبعا طلب البعض من الجماهير انك كنت تكسب 2-0 كانت كويسه. ليه؟ عشان اذا حصل اي تساوي مع النجم الساحلي في اي ظرف، اذا بنقول اذا يعني حصل اي تساوي في الجوله الاخيره، النادي الاهلي يتفوق بفضل يعني المباراتين. ولكن انا معاك ان هي فعلا فكره النادي الاهلي يعني النجم الساحلي يتعادل او يتغلب ببلاتينيوم امر فعلا يعني بعيد جدا، بس ممكن يحصل، ليه؟ وارد في كل القانون كل شيء، بس هو صعب. بس تاني هي طبعا الناس بعد التعادل ماتش بلاتينيوم لحد ما بداوا يحسوا ان النادي الاهلي ربما يكون زنق نفسه شويه في المجموعه. لكن تاني احنا في نقطه مهمه عايزين نوضحها، احنا في الدوري النادي الاهلي ماشي بشكل مميز جدا للدرجه اللي ممكن تخليك تحس لحد ما ان الدوري اقترب من الحسم. يعني فعلا في فجوه بعيده ما بين اداء النادي الاهلي في المباريات اللي لعبها، 12 انتصار على التوالي، بتتكلم رقم قياسي بيوازي الرقم القياسي اللي حققه في 2002 2003 مع جوبون فرير. وطبعا لحد لغايه دلوقتي مش واضح ان في منافسه للنادي الاهلي. نادي الزمالك بيحاول ان هو يقرب، بس لسه طبعا لو تساوينا يعني النادي الاهلي ونادي الزمالك تساووا في مباريات في فجوه كبيره 12 نقطه للنادي الاهلي. يعني الزمالك محتاج 4 مباريات، ودي دلوقتي عدد مش قليل طبعا، وفي نتكلم في الدور الثاني. ايا كان النادي الاهلي محطوط في موقف لحد ما انت عايز تروح السودان وعينك على الصداره كويس. وان كنت على المستوى الشخصي بشوف ان دور الثمانيه ده استثناء لدوري افريقيا، استثنائي في حاجه بصراحه، اول مره احس مش فارقه هتطلع اول من تاني. بالظبط مش فارقه، لان كل اللي صعدوا لحد دلوقتي يعني كلهم انتزلوا طلعوا قبل كده. لك ان تتخيل كمان يعني لو طلعت تاني مثلا، يعني انت ممكن تكون اسهل فرقه ممكن نقول الاهلي ممكن يلعبها هو مازيمبي. مازيمبي ظهر قدام نادي الزمالك في ماتش العوده هنا في القاهره مستوى سيء جدا مثلا يعني، فلك ان تتخيل احنا بنقول مازيمبي هو اقل فرقه، فما بالك بفرقه تانيه. عشان كده انا اتمنى ان شاء الله الهدف باذن الله يوم السبت النادي الاهلي يتاهل باذن الله ان شاء الله، يعني سواء بالتعادل بالفوز. طبعا عارف الجمهور الاهلي بيحب الصداره، أكيد انا عايز العب على الصداره. بس عايز افكرك بحاجه، سنه 2005 2006 دوري ابطال افريقيا 2006 النادي الاهلي كان في موقف شبيه بده شويه. كان في الجوله الخامسه قدر يكسب الصفاقسي 1-0 بالظبط، وصعد للصداره، وكان محتاج من الماتش الاخير في الجزائر انه يكسب. والفريق الجزائري كان خلاص وضع البطوله ملوش اي امال فيها. النادي الاهلي كان متقدم في النتيجه لغايه بعد كده الفريق الجزائري يعني كان 1-0، بعد كده الفريق الجزائري تعادل 1-1 و2-1 والنادي الاهلي تعادل وطلع فنش تاني وفي السيمي فاينل لاعب اسك، وبعد كده انطلق لغايه طبعا بقى الماتش الشهير قدام الصفاقسي لابو تريكا في الفاينل. فهي لحد ما طبعا جمهور النادي الاهلي بيحب الصداره، بس احساسي الشخصي المره دي استثناء مش هتفرق اول من تاني، بس ان شاء الله النادي الاهلي يصعد لدور الثمان. عايز ارجع معاك لموضوع الاداء، كان ممكن يبقى موجود اداء النادي الاهلي بشكل افضل في مباراه النجم، ولا كانت صعبه برضو ما جاوبتنيش؟ شوف حته جماليه الاداء جماليه الاداء، ما فيش مدير فني هو بيحسب خطته لفريق بيبقى اي لعيبته عايزين نلعب حلو، لا 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 انا نازل حاطط تارجت انا عايز اكسب. ده اول حاجه، ظروف المباراه والتشكيله اللي معايا وكمان السيناريو بتاع اللقاء هو اللي بيساعدني. اديك مثلا ماتش 6-1 لو هتسال جمهور الاهلي وكل الخبراء وكل المحللين قبل الماتش النادي الاهلي اصلا يكسب الماتش، هيقول لك لا نادي الزمالك ساعتها كان متفوق وقائمته افضل وظروفه احسن، يعني في بعض العوامل تقول نادي الزمالك يكسب. الفكره اللي عملها مانويل وساعتها غلطه عملها اوتوفيستر، وسيناريو المباراه وهدف رضا شحاته الاول
خلى السيناريو يمشي بالشكل ده والمباراه بقت حلوه كويس. حتى ماتش الاسماعيلي 4-4 برضو رغم انها ذكرى سلبيه للنادي الاهلي انه خسر الدوري ده بس دايما الجمهور الاهلي يقول لك على الماتش ده لا احنا لعبنا ماتش جامد. حلو. فهي الفكره ما فيش مدير فني هيقول لك انا عايز العب ماتش نجم مستحيل كوره حلوه لا في ظروف. اول ظرف انت طبعا بلاي ميكر زي ما قلنا بلاي ميكر بتاعك الاساسي خرج فانت غيرت شويه. الحاجه الثانيه ربما ان فايا لحد ما بيعتمد على مروان محسن كمهاجم صريح وبيحب هو يبقى محطه لعب ويحط معاه اجاييه عشان اذا في بعض الاحيان اجاييه يخش كمهاجم ثاني ونلعب على الكرات العرضيه يعني لحد ما بتنجح في بعض الاحيان ولكن لازم النادي اكيد طبعا الجهاز الفني عنده محلل اداء وعنده سكاوتنج كويس شايف الماتشين ماتشين مقاولين والنجم الساحلي ورا بعض لما في منافس بيلعبك بدفاع متقدم في اول مراحل بيتخنق النادي الاهلي بيتخنق ده اللي حصل في اول نص ساعه بالظبط. مثلا هدي مثل ماتش حرس الحدود بتاع كابتن العشري. كابتن العشري ما عندوش اللعيبه اللي تقدر تقعد طول المباراه تلعب عندها جهد بدني انها تلعب بدفاع متقدم صح. هو عملها في الاول بعد كده في الشوط الثاني لا رجع عمل الزون ديفنس. لما عمل الزون ديفنس ساب المساحه للنادي الاهلي انه يشوط انه يروح على الاطراف فلما فايلر في الشوط الثاني نزل مروان محسن كمهاجم ثاني بقى ليها منطق. هي دي اللي عايز اتكلم فيها ان انت ربما قدام الفرق اللي بتلعبك بدفاع متقدم انت عايز راس الحربه بتاعك يبقى سريع ليه؟ عشان تبدا تلعب له كرات طوليه من ورا الدفاع وتستغل ان هو سريع سواء بالدريبلينج بالكوره او بيس من غير كوره انت محتاجها. مروان ممكن ما عندوش البيس ما عندوش السرعه بدون كوره تمام يعني اقل شويه. مروان قوي كتسديد طبعا هيدر مميز جدا جدا بيهد في الدفاع محطه لعب بس في المباريات اللي زي المقاولين والنجم الساحلي مش هتلاقيه ظاهر قوي لان اسلوب لعبه مش مناسب للطريقه دي ان انا بقدمك انا بخليك قدام عشان طبعا مش تقدر تعدي من ورايا من غير كوره ده اوفسايد في الاوفسايد تراب. انما الفكره ان انا عايزك دايما تبقى بعيد عن منطقه الجزائي فعشان تحل دي في وجهه نظري الشخصيه اشوف ان فايلر ربما يحتاج في مركز المهاجم الصريح يوظف مهاجم سريع واكيد كل الانظار هتبقى رايحه لاليو بادجي. تقدر تقيم اليو بادجي في الثلاث دقائق اربع دقائق؟ لا مستحيل طبعا ده مستحيل. بص طبعا معظم الكومنتات كانت لطيفه قوي الناس بتتكلم على الترقيص اللي هو حاول يعملها واضح ان هو عنده مهاره وحتى احنا الفيديوهات شفنا ان هو يعني مهاجم عنده مهاره فرديه بس طبعا مستحيل ان احنا نقيم لاعب من ثلاث دقائق وحتى والله انا مش قصدي تقييم كامل يعني قصدي بشكل لمسه يعني لمسه الكلام من ده فاهم السرعه الكنترول على الكوره. نعم بص هقول لك حاجه فوت وورك طبعا هقول لك حاجه. بص انا على فكره انا بحب تنس الطاوله جدا وانا في فريق الرواد بالنادي الاهلي تمام كده. في تنس الطاوله عندنا قاعده حلوه قوي تيجي تشوف المنافس بتاعك ايه هي انك بتشوف مسكته للمضرب اول حاجه بتشوف مسكته للمضرب ومنها انت بيجي لك الايحاء هو كويس او مش كويس من اول بسم الله الرحمن الرحيم. اليو بادجي طبعا عمل تيك اوف في كوره عمل فيها تيك اوف تيك اوف كويس جدا يعني بتتكلم احنا بنتكلم على لاعب حوالي متر و90 سنتي لما هيجي يعمل تيك اوف ممكن يوصل 2 متر و10 او ممكن حتى 2 متر و20 بياخد مساحه طويله. هو كمان لعيب واضح الاسترتش في جسمه بالزبط. بيقدر يعمله بشكل كويس فدي كلها مؤشرات لطيفه ايجابيه حلوه وفيديوهات طبعا شفناها لطيفه. بس تاني السؤال توظيفك مع فايلر هيبقى عامل ازاي؟ نقطه مهمه ان انت ممكن تبقى كويس مع مدير فني وخلي بالك حتى اللي قرا شويه عن اليو بادجي ان هو اصلا فايلر كان بيلعب معاه قبل كده وكان بيأدي بشكل كويس ولما فايلر مشي وجه المدير الفني اللي بعديه واختلفوا شويه او لا بتكلم عن المهاجم السويسري على اليكي مهاجم في لعيبه ممكن تلعب مع مدير فني وبعد ما يمشي لا فانا ما اقدرش احدد على بادجي فايلر عامل ازاي مش على الفيديوهات لا ما اقدرش لازم استنى اشوف توظيفه يبقى عامل ازاي. تتوقع فايلر يوظفه ازاي؟ هو طبعا فايلر جايبه عشان رقم 9 وحتى من كلام فايلر على نقطه ازاره ان هو يعني ما بيأديش او ما بينفذش الحاجات اللي هو بيبقى محتاجها واضح ان فايلر كان بيدور على مهاجم رقم 9 وواضح انه برضه بيدور على مهاجم سريع لان اهم حاجه في بادجي يا امير انه لعيب سريع بدون كوره جدا كل ارقام كل ارقام وكل مواقع الاحصاء كل الارقام بتاعته والريتنج بتاعه كله مميز ان هو ان الراجل ده مميز في السرعه بدون كوره سرعته بالكوره بتنزل طويل طبعا اكيد طبعا لعيب هيدر كويس وليه هو طبعا مميز جدا اللي جابه بالكعب ده شفناه في الفيديوهات بتاعته لطيف قوي. بس تاني عشان نحكم عليه بشكل واضح لازم ياخد كام مباراه لازم
مثلا يلعب ماتش اساسي، حتى زي كهربا. كهربا الناس ممكن النهارده تستنى هو كهربا اللي فنش معاه الزمالك بمستوى العالي، لا لسه لان اللعيب لسه داخل على فريق جديد مع عقليه جديده للمدير الفني، وبالتالي لازم تديله وقته عشان يظهر. طيب من وجهه نظرك ابرز لاعبي النادي الاهلي في مباراه النجم؟ اليو ديانج. اليو ديانج طبعا. اليو ديانج بص شوف اليو ديانج اليو ديانج وانا بحلل اداؤه يعني سواء اونلاين او في بعض القنوات يعني كنت قلت من اول مباراه لو تفتكر كان هو لعب في الماتش العوده بتاع يطلع بره. ايوه نزل صح بعض الدقائق صح. انا قلت ساعتها اليو ديانج اول ما هيلعب بالشكل ده وياخد مباراه فايلر بعد كده يفكر في اسم يلعب جنبيه، ان اليو ديانج اهم ميزه عنده الورك ريت بتاعه عالي جدا. يعني ايه ورك ريت عالي جدا؟ ان انت لعيبه خط الوسط احنا بنقيمها بدون كوره وانت الكوره مش في رجليك صح. بتعمل ايه؟ عندك اوبشن من ثلاثه، لا بتتمشى لا بتهرو يعني بتجوج بتجري بتمد شويه او بتجري. اليو ديانج بيعمل حاجتين، لا بيجري لا بيهرو. ودي مثلا بسيط، كرة في الشوط الثاني في الدقيقه كانت اعتقد 79 او 80 هجمه النجم الساحلي هجمه مرتده صح. اليو ديانج عامل ايه ببساطه؟ شايف ان الكوره مش في حوزته ومش هياخدها، راح عامل ايه؟ حول السباق السرعه اللي ما بينه وبين لاعب النجم الساحلي لسباق بدني. اول ما جه جنبه راح حط الكتف في الكتف وبدا يخليه يعني ينحرف يتطرف على طرف الملعب، ما ياخدش الملعب بشكل مستقيم. لو خد الملعب بشكل مستقيم ويبقى عند اليو ديانج في مشكله، لو عمل اي فاول يبقى فيها كارت احمر، فيها ازمه. ولعيب ذكي جدا فعمل ايه؟ بدا يخليه يتطرف لغايه لما راح عند الخط عمل القوه البدنيه اللي عملها وخلى الكوره تطلع بره. فانت بتتكلم على لعيب بصراحه في الوقت الحالي هو اساس ارتكاز النادي الاهلي وبيامن لك اي هجمات عكسيه، وعشان كده مثلا في ماتش المقاولين النادي الاهلي اكيد اتضر شويه بغياب اليو ديانج في نص الملعب لغايه طبعا لما نزل في الاخر في نهايه المباراه. بس انا بشوف طبعا اليو ديانج في ماتش نجم ساحلي، وبصراحه في ماتشات كتيره الجميع اتفق ان هو نجم الفريق في هذه المباراه. الاهلي بيفتقد رمضان صبحي؟ طبعا بدون شك بيفتقد طبعا طبعا رمضان صبحي طبعا. هل نجح في التعامل مستر فايلر في غياب رمضان صبحي على مدار الماتشات اللي فاتت؟ جدا من جميع الجوانب؟ جدا جدا جدا. ليه بقى؟ وانا شايف الحته دي ان احمد شيخ اتظلم. اتظلم جدا. ليه؟ احمد صحيح. الشيخ شوف فايلر واضح جدا من ساعه ما جه النادي الاهلي عنده فكره معينه بالنسبه للطرفين. فايلر من المديرين الفنيين اللي بيحب الطرفين يبقوا مختلفين في اسلوب اللعب. بمعنى ايه؟ احنا بنتكلم ان الوينجر المهاجم بيبقى فيه مميزات، السرعه طبعا وفي المهاره اكيد. الوينجر السريع اكيد بتبقى انت عامل حسابك انك تحطه على فول باك بطيء. مثلا يعني لو نفتكر الكابتن ياسر ريان، كابتن ياسر ريان حتى في طريقه 4 4 2 كانت تلاقيه هو اساس الهجوم اكتر من المهاجم اللي بيلعب قدامه. ليه؟ كابتن ياسر ريان بيهاجم بطريقه وسرعته بتخليها تفوق على اي حد، واي حد يحب طبعا من الشباب الصغير كان سريع جدا بصراحه اي حد من الشباب الصغير يحب يعرف مين هو الكابتن ياسر ريان يخش على يوتيوب بالزبط. ويجيب ملخص ماتش نادي الاهلي نادي الزمالك موسم 98 ماتش 2-1 كان ساعتها الكابتن ابراهيم وكابتن حسام كانوا في الاهلي هما جابوا الهدفين. وشوف الملخص ده وشوف الكابتن ياسر ريان سرعته عامله ازاي. فبالتالي انا بشوف ان فايلر من ساعه ما جه بيعمل حاجتين، بيحط على طرف لعيب دريبلر سريع كويس ولعيب سكيلر لعيب مهاري تمام. فرمضان صبحي واخد الجزء المهاري الجزء المهاري وحسين الشحات ياخد الجزء السرعه او اجي او ايا كان الطرف الثاني. وبالتالي لما غصب عنه طبعا رمضان يعني ربنا يشفيه اتصاب، كان كل فكره انه يجيب لعيب سكيلر، انا عايز اجيب لعيب مهاري مش هجيب لعيب احطه زي التاني ويبدا يلعب يشوف. مثلا في النجم الساحلي وجدي كشريده لعيب سريع يبقى ما احطش معاك لعيب سريع، احط عليك لعيب مهاري. شفت مثلا لعيب بطيء يبقى انقل وبدل. عشان كده الناس ساعات بتستغرب ليه فايا بيقعد يقلب في الاثنين الوينجر. لا هو بيشوف كهربا بيلعب ناحيه ثانيه مش عارف مكانه. ببساطه هو بيقعد يحسب، مش بيحسب بس اداء اللعيب بتاعي، لا بيشوف اداء المنافس. لو لقى ان الفول باك وقع طب غير والعب انت عليه. وادي مثل بسيط جدا في ماتش طنطا. ماتش طنطا احمد الشيخ كان في بعض الكرات كان بيأخر الهجمه شويه. فيها احد اهداف النادي الاهلي احمد الشيخ لما لف حطه في سيتويشن واحد على واحد أيوة ولف للمدافع وعمل الكروس. هو ده اللي فايلر عايزه. ببساطه في كرات يا امير مفيش لعيب هيعدي منها غير لما يكون مهاري واحد على واحد. ونفتكر مثلا رمضان صبحي ايام مارتينيول
رمضان صبحي يتحط في موقف واحد على واحد على الخط، شكرا انتهى الموضوع. لان ساعتها برضو رمضان خلي بالك كمرونه جسديه كان خفيف من مش زي دلوقتي، لان طبعا تدريبات انجلترا بتبني عضلات اكتر، بتزود عضلاتك، فبالتالي باخد من المرونه الجسديه. بس برضو يبقى رمضان عنده بعض المهارات الفرديه شفناها طبعا مع المنتخب الاولمبي في التصفيات، وبالتالي بشوف ان احمد الشيخ مادي دور البديل رمضان صبحي بشكل جيد. هو بشكل جيد طبعا، اصل في انتقادات كتير جدا. ما انا لسه بقول لك هو مظلوم، ما هنتكلم على مثلا ماتش النجم الساحلي يا جماعه، ليه احمد الشيخ طبعا لازم يا جماعه نبص برده على احمد الشيخ عمل ايه في الهدف. لا ده احمد الشيخ فتح سبرنت وهو وينجر لنص الملعب، وخلي بالك كان عنده تعليمات انه يلعب بلاي ميكر بالزبط. كان بينزل كتير جدا لمركز 10 وهو اللي قطع الكوره ورقص ترقيصتين بعد ما قطع الكوره. طب حسن هنا سؤال، لو في لعيب تاني غير احمد الشيخ في الموقف ده، هل تضمن ان المراوغه تبقى ناجحه؟ لا مش شرط. فبالتالي احمد الشيخ الدور اللي عمله له فايلر وبيديهوله في المحاضرات عمل جزء كبير منه. مفيش لعيب بياخد 10 من 10 صح، مفيش لعيب في العالم ياخد تقييم 10 من 10 الا ميسي الا كريستيانو الا رونالدو الظاهره. دول الناس دي ناس دي استثنائيه طبعا. انما احمد الشيخ مثلا في الدور ده عمله بشكل جيد. لكن يعيب احمد الشيخ في ايه؟ لما يرفع كوره كتير. ودي مثل برضه ماتش المقاولين في الشوط الثاني، المقاولين بيضغط عشان يجيب هدف التعادل قبل الهدف التاني وقبل طرد رامي ربيعه. الكوره اتردت لهجمه مرتده النادي الاهلي، واللي يلاحظ طبعا اللي بيحلل اداء النادي الاهلي من بدايه الموسم، النادي الاهلي هو اسرع نادي في مصر بيعمل هجمه مرتده. اول ما الكوره بتتخطف في في المنطقه دي بتلاقي اربع لعيبه بيفتحوا سبرنتات. احمد الشيخ كانت عنده الكوره، كان مين فتح له سبرنت؟ مجدي قفشه فتح سبرنت سريع جدا. والنادي الاهلي كان رايح في موقف 3 على 2، بس كانت طلب حاجه واحده، ان احمد الشيخ قطعت تباصي على طول، قطعت تباصي احمد الشيخ وقف. لما وقف لعيب المقاولين بدا اكتر من التفكير، ضغط عليه، وممكن كمان تشوفوها في الملخص على الماتش. فلعيب المقاولين ضغط عليه خلاص الهجمه ماتت، هي الهجمه دي لحظه. هي دي النقط اللي احمد الشيخ ممكن طبعا من بعض الفيديوهات ممكن تتقطع له ويشوفها، وان شاء الله يحسن الاخطاء دي. لكن هو لغايه دلوقتي ماشي بشكل مقبول، وعشان كده صعب جدا على فايلر ان هو يخرجه من اي تشكيل اساسي. طيب بدايه فايلر مع النادي الاهلي اشادات كانت كبيره جدا بيه طبعا، الكام ماتش اللي فاتوا الكلام ابتدى يتغير نسبيا. نعم. عايز اخد يعني تقييمك لمستر فايلر والفارق ما بين الاهلي محليا وافريقيا من وجهه نظرك. نعم. شوف طبعا كامل الاحترام لكل وجهات النظر، والجمهور له طبعا كامل الحق طبعا ان هو يقول وجهه نظر سواء بالنقد او بالسلب. هو حر يعني، انت بتشيد بحد عايز تنتقده انت حر تماما، ما فيش اي مشكله خالص. ولكن احنا لازم نتكلم برضو كلام موضوعي، وادي مثال بسيط. النادي الاهلي مع فايلر في الدوري، احنا شفنا البدايه مع الدوري مع سوبر محليا، يعني ما كناش لسه دخلنا في المشوار الافريقي. فلو تشوف الفرق بتتعامل مع النادي الاهلي في بدايه الموسم عادي، تكمله للموسم اللي فات. اوكي النادي الاهلي اسم كبير، بس مش هنقفل، هنلعب ماتش مفتوح. والمثل على كده ماتش انتاج الحربي، كابتن مختار لعب ماتش مفتوح. النادي الاهلي ساعتها والفكر بتاع فايلر بدا يتسرب للعيبه وبدا يمشي بشكل جيد، وصلوا للقمه. الانتاج الحربي بيخسر من النادي الاهلي 4-0 نتيجه انا عمري ما شفتها في حياتي. بعد المباراه دي كل انديه مصر المحلي دق الجرس، لا 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 ستوب، خلي بالك، لا لازم بقى نعمل حساباتنا ونغير فكرنا. طب هنعمل ايه؟ زون ديفنس، ما تفتحش مع النادي الاهلي، هتفتح هنتضرب بسرعات. فبالتالي بدات الفرق تغير من الفكر بتاعها، وبدانا نلاحظ النادي الاهلي كان بيخلص المباراه في الشوط الاول بدا يتاخر لحد ما لدقائق والشوط الثاني. وشفناها طبعا المثل الاكبر الكابتن العشري، وما احلى من الكابتن العشري بيجي يتكلم على زون ديفنس في الجانب الدفاعي طبعا. فبالتالي فايلر طبيعي جدا جدا يا جماعه ان يحصل بعض التغير في الشكل اللي قدامك، لكن ما تقدرش تقول ان النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي بقى مستواهم وحش. لا لا، ما انت ما بتلعبش نفسك، وفي نفس الوقت ما خلي بالك الفريق لما بينزل قدام نادي محقق انتصارات متتاليه وممكن يتكتب له ان هو اول فريق وقف مثلا السلسله الانتصارات دي بيبقى دافع قوي جدا. أكيد الدوافع بتبقى مهمه. فبالتالي النادي الاهلي بدا فايلر بدا لحد ما يغير من الشكل شويه، لكن التغيير ده مش هيتم مره واحده. ده محلي. طيب نروح افريقيا بقى، لا هنا هنستوب نقطه مهمه بقى في افريقيا. احنا بقالنا كذا سنه يا امير بنلعب بدون جماهير، تمام كده؟ ولازم الناس تعرف ان جزء الجماهير في الملعب ده له تاثير معنوي ونفسي عند اللعيبه، اللعيبه نفسها ما بتحسهاش. مثلا نادي الاهلي وانديه مصر
عبر التاريخ لما كنا دايما نوصل لماتش فاينل في بطوله قاريه كنا كده خلاص موضوع منتهي مع الجمهور. انسى موضوع منتهي، احنا كسبنا سواء اهلي زمالك مقاولين كل انديه في مصر كانت بتوصل للفاينل تكسب. لكن احنا من 2015 لما نيجي نبص كده ونحلل هنلاقي لا في هنا رقم جديد ازمه. نادي الزمالك لعب فاينل 2015 خسر، صح. نادي الاهلي لعب تو فاينلز ورا بعض 16 و17 قدام الترجي وقدام الوداد خسرنا. النادي الاهلي كمان الهزيمه بتاعت سان داونز ماتشات الساعه 3 العصر عندنا فيها ازمه. لا يبقى بقى نبدا نحلل الفني، لا مش هنحلل الفني، استنى بقى فني دلوقتي، لا عايزين نحلل الاول الامور الاساسيه قبل المباراه. يبقى احنا كده عندنا مشكله. هل احنا لما بنلعب مباريات جماهيريه خارجيه بيبقى عندنا ازمه عشان احنا مش متعودين؟ يعني خلي بالك في مصر لما النادي الاهلي يروح اسماعيليه ويلعب تحت ضغط جمهور سيبك من نتيجه الماتش بس تاخد خبره طبعا، اللعيب نفسه بيلعب تحت ضغط وبيستحمل. لما تروح مثلا المحله، تروح اسكندريه، تروح بورسعيد، كل المباريات دي بتديك خبره في التعامل تحت الضغط الجماهيري. بمعنى ان انا النهارده رحت لعبت الماتش انا مستعد. ولو تفتكر مستر مانويل جوزيه كان بيعمل حركه حلوه قوي، اول ما يروح لماتش وعارف ان في جمهور كتير وفي ضغط
احنا دايما يا امير بنحلل حاجتين بس، ده اللي بشوف الناس بتحللهم، التشكيل والماتش. لا يا جماعه الكوره احنا في جوانب اخرى طبعا، احنا بنلعبش بلاي ستيشن اكيد. انت ما بتلعبش فيفا، ما بتلعبش بلاي ستيشن. اللعيبه دي مش في قمه ذهنها وقمه الاعداد البدني وقمه الفنيات، فانت بتنزل بقى واقف انت ماسك الجويستيك ازاي؟ لا طبعا. لا انت المفروض تقول لي اللعيب ده مستعد ولا مش مستعد، بدليل لو لعيب عندك النهارده اصلا عنده اصابه وخايف، زي مثلا سعد سمير لما رجع من الاصابه كان واضح في ادائه، وده طبيعي، شعور طبيعي. بقاله فتره بقالي فتره انا خايف كمان، يعني انا بس اهو انا ايديا متجبس او يعني ايه فاردها كده بشكل معين بقالي فتره. ان شاء الله يعني بعد ما الدكتور يقول لي تعالى بايدك عادي هبقى قلقان لما اي حد يجي جنبي. ده طبيعي، ده شعور انساني طبيعي. فبالتالي لازم احنا واحنا بنتعامل مع النادي الاهلي مع مباريات افريقيه لازم الاعداد يختلف. وتاني اهو انا بكررها وبعيد فيها، اول ما نسمع ان المنافس اختار الساعه 3 لازم قبليها مش اقل من 10 ايام او اسبوعين يبقى انت بتعد للمباراه دي. شوف حتى لو عندك ماتشات خلالها الساعه 5، لا معلش يا جماعه هندوس على نفسنا الفتره دي عشان لما يجي ميعاد الماتش الساعه 3 تبقى انت جاهز بالظبط كده. الهلال بقى يا كريم، نعم. الماتش الاهم للنادي الاهلي هذا الموسم بالتحديد في هذه المرحله، بتشوف طبعا الماتش ده ازاي وايه المطلوب من النادي الاهلي في مباراه صعبه واجواءها يعني واضح ان هي مشحونه من بدري؟ نعم. رايك؟ طبعا هو نتيجه الهلال مع بلاتيني هم قدروا طبعا، الفريق مجتهد جدا على فكره، يعني شفت ماتش طبعا فريق مجتهد جدا، وشفت مع مدير فني قدير زي الكابتن حماده صدقي، مدير فني رائع. لما لعب بيهم في فرادس كسب النجم الساحلي، اتغلب في العوده، بس الفرقه برضو يعني عامل منها شكل. خلي بالك بصراحه الهلال طبعا قدام النادي الاهلي هنا كان شكله سيء جدا، كان شكله سيء جدا، وكنا ممكن نكسب بسكور اكبر من كده، حتى احنا لومنا على اللعيبه الهدف المتاخر اللي جه في الاخر، لكن الحمد لله يعني قدر الله ما شاء فعل. النادي الهلال اكيد نادي فريق كويس بيلعب كوره ممتازه وبيلعبوا كوره حلوه وعندهم لعيبه مهاريه كويسين، شفناها في الكوره في هدف بلاتيني متلعب بشكل مميز جدا، الكره الطوليه والسرعه شفناها حلو قوي. ملعبهم طبعا ملاعب السودان لحد ما بيبقى فيها بعض المشاكل في الارض وكل شيء، وطبعا الشحن الجماهيري بس والحضور الجماهيري اللي هيبقى في المباراه دي اكيد طبعا. لكن احنا عايزين نبقى واضحين جدا، الماتش ان شاء الله للنادي الاهلي داخله بنيه الفوز. فايلر محتاج على الجزء بتاعه النفسي والاداء البدني وبيفكر بشكل مختلف عن الدوري المحلي، لا احنا في افريقيا بنلعب بدني قوه، فانت اللعيبه نفسها لازم تفهم وانت داخل على كره ثنائيه ما تخشش كانك داخل في الدوري. في مصر كان فريق بيقدر يضغطك نص ساعه حتى ورا بعض؟ ما يقدرش. لكن الهلال هيفضل ضغطك، وانا متاكد الهلال لما هيبص على ماتش النجم الساحلي هيلعبونا بدفاع متقدم. ففايلر كل ده محتاج يفكر فيه. على الجانب بقى اللي انت بتتكلم عليه الشحن وهذه الامور، قرار سفر الكابتن محمود الخطيب كرئيس للبعثه من اجمل القرارات والمسؤوليه اللي انا سمعتها فيه. هيبقى مهم فعلا لو سافر جدا بصراحة. جدا جدا جدا. ليه؟ واحد هيفوق اللعيبه، خلاص رئيس النادي مسافر معانا هو رئيس البعثه طبعا، فلو سمحتوا بقى نلتزم بالجدول المحطوط. لو الجدول محطوط ننام الساعه 7 بالليل، لا لو سمحتوا ننام الساعه 7 بالليل. واتمنى رجاء شخصي اتمنى يعني طبعا في السفريات الخارجيه موضوع التعامل مع السوشيال ميديا والموبايلات والتابلتس والحاجات دي كلها تبقى ممنوعه قبل الماتش، يمكن بيوم كمان، مش هقول لك حتى بنص يوم، لا بيوم كامل مفيش مشكله لما نستغنى عن الحاجات دي يوم بس عادي، من الدنيا مش هيحصل فيها شيء، بس احافظ على تركيزي بان انا انام بدري، قمت بدري، حتى لو قمت مثلا على الفجر وصلينا الفجر وبعد كده كملت يومي فالدنيا تبقى كويسه، واستعد بالشكل كمان لميعاد التدريبات وميعاد الاكل بشكل معين. كل حاجات الاعدادات دي يا امير حاجات صغيره جداً جداً. لكن هي دي اللي بتفرق في الاخر. في فريق بينزل لك بيبقى مستعد جدا ما عندوش مهارات بس عمل الحاجات دي كلها بشكل احسن منك، صح، فتلاقيه افضل منك. انت عندك مهاره بس انت مش هتقف. طب ماشي، انت عندك، انت بتعرف ترقص، اوكي هسيبك ربع ساعه ترقص واكسبك في اخر صح نص ساعه. فهي الفكره ان احنا مش عايزين دايما في افريقيا بيحولونا لماتشات بدنيه بنخسرها. وضيف عليها طبعا الحته اللي قلت لك بتاعه العامل الجمهور، فبالتالي ان شاء الله اعتقد ان اهميه المباراه والوضع اللي فايلر واللعيبه شايفين فيه الفريق في دوري ابطال هيخلونا نلعب ماتش كويس. الشكل الخططي والتكتيكي الافضل لمستر فايلر في هذه المباراه من وجهه نظرك ممكن يكون ايه، والتشكيل اللي انت برضو تتوقع ان يكون اقرب بالنسبه للنادي الاهلي في هذه المباراه او انسب للاهلي في هذه المباراه؟ هو طبعا ما اعتقدش هيبقى عند مستر فايلر اي تحركات في التشكيل في المباراه دي عن مباراه النجم الساحلي بصراحه،
اليو بادجي بدنيا وذهنيا والدنيا تمام لو جاهز يلعب يلعب من الاول هتكسب فيه منه حاجات كتير قوي بصراحه. حاول ان انت ما تضيعش وقت، يعني مثلا طبعا الهلال هو ما عندوش حل غير ان هو يكسب. الهلال أكيد. الهلال عنده فرصه انت واحده، عندك فرصتين، احنا عندنا فرصتين. اللي عنده فرصتين عنده عيب واحد، انك ممكن تقعد تفكر كتير. اللي عنده فرصه واحده انت ممكن تشوفها ما عندكش غيرها، بس بتتعب الاميزه هي اني مش هلعب، مش هفكر غير فيها ان انا هكسب. فاحنا عايزين نغيرها، لا احنا برضو ما عندناش غير فرصه واحده، عايزين نكسب، احنا رايحين نكسب. فبالتالي لا انا مش هستناك تضغطني وابدا لا 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 الماتش ده عايز ان احنا من البدايه انت بتطلع اقصى ما عندك وانا بطلع اقصى ما عندي. كويس. وانا هحاول اعرفك ان مش معنى بلعب في ملعبك ان انا النهارده جاي اخد يعني اقلل المكاسب، لا 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 انا جاي اكسب وجاي العب على الصداره. بالظبط. جت يبقى الحمد لله حققت الهدف. قلت لي ان هم هيلعبوا دفاع متقدم في وجهه نظري فريق الهلال. الحل مع الاسلوب ده يبقى ايه؟ الطرف استرتش الملعب. اوعى تخترق من العمق. اخترق من العمق بطريقه واحده بس، انك فعلا تبقى حاطط مهاجم تسعه سريع وبتلعب له الكوره اللي من ورا المساكين طريقه باص لصلاح. نفتكر لما كان معظم احنا حافظينها بالظبط. ليه كوبر ناس كانت بتنتقده وناس كان بيعمل حاجه حلوه، كان بيسترتش الملعب. صح. اي فريق يلعبك بدفاع متقدم حط له الجناحين على الخط. تبدا تتعبه ليه؟ لان الدفاع غصب عنه هيبدا يفتح. مش هسيبك انت واقف على الخط وانا واقف ضم لجوه، فانت هتاخد المساحه دي. فانا هضطر كمان ارحل معاك. كل اي دفاع متقدم ضربه بحاجه واحده، الكرات الطوليه، واعمل استرتش الملعب. بس لازم الثلاثي الامامي الوينجر اليمين وراس الحربه والوينجر الشمال يمتازوا بالسرعه سواء بكره او بدون كره. اسماء التشكيل من وجهه نظرك سريعا. هو نفس تشكيل النجم الساحلي، بس انا هشيل مروان وهحط بادجي وهشيل لو قفشه موجود. وقفشه طبعا هي بلاي ميكر طبعا من البدايه طبعا. بس طبعا. بس كده. لكن الخطوط الباقيه زي ما هي زي ما هي. نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه بكل تاكيد. يا كريم انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. ميرسي جدا يا امين، كنت سعيد موجود معاك، واتمنى كنت ضيف خفيف على جمهور النادي الاهلي. اكيد نورتنا وشرفتنا. شكرا استاذ كريم سعيد الناقد الرياضي الكبير ورئيس تحرير موقع يلا كوره، كان ضيفنا العزيز في حلقه اليوم، واتكلمنا باستفاضه في مشوار النادي الاهلي الافريقي وكمان المحلي، وبالتحديد المشوار الافريقي ده الاهم بصراحه الفتره الجايه. نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه الهلال يوم السبت القادم، وهنفضل متواصلين معاكم على مدار حلقات كلام في الميديا على مدار الأيام القليلة القادمة حتى موعد مباراة الهلال، وإن شاء الله يكون خير ويوم سعيد يوم السبت القادم الجاي على فريق النادي الأهلي. دي حلقتنا من كلام في الميديا النهاردة، بكرة حلقة جديدة هامة جدا مليئة بالأخبار الهامة عن النادي الأهلي. استنونا، إلى اللقاء.